هل تعتبر أن الأردن هو مع صفقة القرن أو ضد صفقة القرن؟ لا ده الأردن، شوف الأردن على الرغم من كل التوأمة والعلاقات وكل، الأردن صاحب مصلحة. الأردن الحدود حدوده، والأمن أمنه، والقدس قدسه، واللاجئ لاجئه. وبالتالي اللي بيسويه إدارة ترامب يعني هو حقيقة تهديد مباشر لأمن واستقرار الأردن. يعني هل سيكون الأردن جزء من صفقة القرن؟ لا يمكن. طيب هل سيدفع الأردن ثمن صفقة القرن؟ يعني الأردن الآن أنا باعتقادي أنه يدفع الآن 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 بشو؟ يدفع يدفع. أنت شوف وضع يعني شوف يا توني، الأردن لما كان نائب الرئيس بنس في عمان، أنا شفت على التلفزيون وكان اللقاء علني، جلالة الملك عبد الله طلع عليه وقال له نحن نرفض قرار الاعتراف بالقدس عاصمة الإسرائيلية ونقل السفارة إليها، ونرفض إسقاط ملف اللاجئين تحت أي ظرف من الظروف، وقال لن أغير هذا الموقف. الأردن له مصالح كبيرة مع أمريكا، والأردن بتقدم له أمريكا مساعدات كبيرة. لذلك إذا بتلاحظ أنت الأردن لحد الآن يعني حتى بالنسبة للمنامة والورشة العمل والشغلات زي هيك، إذا لاحظت الأردن ما أعطى جواب، وبأمل إنه ما يعطي جواب، وبأمل إن الدول العربية كلها تجتمع أو تناقش فيما بينها وتودي لأمريكا خبر إنه بعد الرئيس أبو مازن ما قال كذا كذا في قمة مكة الطارئة لا نستطيع الحضور.